ممكن هي بقى هيرد علينا ولو مفيش هتيجي ولا ايه؟ المهم يعني المفروض ان هي جايه السنه اللي احنا قعدناها هناك في برضه كانت غصب عنها. بس ما اتكلمش مع السنه كلنا بعد يعني تسالها وبرضه طيب كده ليه يعني؟ انا بقول لك قاعد معايا ولا انا بقول لك ايه؟ يعني اسمها في الكشف ده انا وصلت قد بعدت عن الناس بقول لك برضه اشرح لك كل يوم اعمل ايه بالظبط. بقول لك اشرح لك كده بقى اعمل ايه؟ قول لي ايوه انت ما عندك حاجه في مالك بقى باين يعني هو قريب من الناس انت مالك في مين؟ هو انا كل ما بكلمك في التليفون في اليوتيوب مش في حياتي. طب انت فين؟ Station, the website door, the local.